أهلا وسهلا فيكم متابعي الأعزاء مع فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم هي طباخ روحه، أكلة كتير ظريفة، سهلة كتير وسريعة التحضير وبنفس الوقت لذيذة. اسمها طباخ روحه هي لأن فعلا بتنعمل بطنجرة واحدة، مو لهذا الاسم بس بقلكم كيف انه بتنعمل بطنجرة واحدة ومتنحط كل المكونات سوا دفعة واحدة، وهلأ بشرح لكم بعدين ليش اسمها طباخ روحه. بدنا هلأ بالنسبة للمكونات، كمية من البندورة، زفية حمرة بيكون أفضل، كمية البندورة حسب كمية الخضرة، يعني مثلا إذا عنا كيلو كوسة مع كيلو بتنجان بدهم كيلين بندورة. اللي عندي أنا الكوسة والبتنجان بيطلعوا كيلو ونص، لذلك هدول شي كيلو ونص من البندورة. منشان ما نتعذب تأشيرة لأن ما بدنا القشور، أكيد بدنا نحطها مثل ما نكون شايفين كنت عم شطبها وبحطها بمي بعد ما غسلتها أكيد، وبحطها بمي سخن كتير كانت رح تغلي، وبتركها شي 10 دقايق لربع ساعة. هاي العملية دغري يعني بتسهل كتير تأشير البندورة. باقي المكونات عنا كوسة، هون عندي كوسة شي 3 حبات كبار وشي 3 بتنجان، رجعت ضفت حبة بتنجان رابعة، وبصل بصلتين متوسطات أو 3 صغار. بالنسبة للكوسة منغسلها ومنقطعها مكعبات كبيرة مثل ما نكون شايفين، بقطعها طوليا بالنص وكل قطعة برجع بقطعها طوليا وبعملها مكعبات. ونفس الشيء بالنسبة للبتنجان منقشره، يعني ما منتركه بقشره أبدا، منقشره ومنقطعه بنفس الطريقة مكعبات كبيرة. والبصل كمان شرائح، لازم تكون شرائح كبيرة شوي مثل لما نعمل مجدرة، لأن بده ياخد وقته بالطنجرة مع الخضرة منشان ما يهتري كتير كمان. هلأ هاي الطبخة أيام زمان كانت تنعمل فقط بالكوسة، ما يضيفوا بتنجان، كوسة وبندورة وباقي المكونات واللحمة والبصل وهالقصاص. صاروا يطوروا عليها شوي شوي ويضيفوا بعدين شو يتواجد عندنا من الخضار يضيفوا، وخاصة البتنجان. والبتنجان بصراحة طيب، يعني ما بيغير من طعمتها أبدا، بالعكس يعني نكهته كتير طيبة. هلأ كان اسمه طباخ روحه لأن أول شي كان أيام زمان يحطوا بأسفل الطنجرة عصعيص أو لحم بعظمه، يعني ما يضيفوا لا سمنة ولا زبدة ولا شي ولا زيت، يحطوا هاللحمة بأسفل الطنجرة يعني من دون تقلاي ولا شي، كانت الطبخة تستوى يعني بالدسم تبع اللحمة، وخاصة بيكون فيها العصعيص نسبة من الدهن، أو اللحمة إذا كان لحمة بعظمه بيكون فيه نسبة من الدهن، لذلك تنطبخ بالدسم تبع اللحمة وتنطبخ بالمي تبع الخضرة. يعني يحطوا اللحمة تحت أو العظام مع اللحمة تحت بأسفل الطنجرة، وفوق يرتبوا هالخضار والخضرة بتطلع مي، فلذلك تنطبخ كل هاي الطبخة بالمي تبع الخضرة وبالدسم تبع اللحمة، ولذلك اسمها طباخ روحه. وبكل سهولة بتطلع مستوية، بتطلع اللحمة مستوية بشكل تروحك دايبة دوبان وطعمتها كتير لذيذة. هلأ بهاي الأيام صار إنه مثل هيك طبخة، يعني صعب إنه والله نطبخ عليها والله لحمة بعظمه أو عصعيص أو شيء، صارت هاي القصص بنطبخها على طبخة كتير هيك فخمة أو مناسبات، لذلك صارت الناس تطبخها بكمية من اللحمة بس ما تكون ناعمة. يعني أنا مثلا هون مستخدمة تقريبا شيء وقية ونص، بس يفضل يكون في دهنة. بتحطوا مثلا إذا كان وقية ونص لحمة مثلا ممكن يكون في نص وقية دهنة، منحطها بأسفل الطنجرة مع 2 ملاعق زيت نباتي أو 2 ملاعق زبدة، وحتى تدوب الدهنة، الدهنة بتكون ناعمة، منضيف بعدين اللحمة. اللحمة لازم تكون كبيرة، قطعة كبيرة، أنا اليوم قطعتها راس عصفور، فعندي لحمة طرية وظريفة. هلأ شايفين البصل هون قطعته جوانح أو متوسط الحجم، شايفين هاي اللحمة كتير ظريفة، هاي القطعة طرية بتكون، فرمتهم راس عصفور، فما بيصير تكون اللحمة ناعمة لأن هيك بتدوب مع الخضرة مع الوقت، لازم تكون قطع كبيرة نوعا ما وأصغر شيء بهالشكل هاد. وإذا في لحمة قطع كبيرة وبسميها كراديش، يعني لحمة بعظمه، بيكون لسه ألز وألز. إذا هلأ بفرم اللحمة بهالشكل هاد مثل الراس عصفور. أنا بما أنه ما عندي دهنة، يعني ما فيها دهني هاي اللحمة، راح أضيف أطبخها يعني 2 ملاعق من السمنة. إذا السمنة طيبة ويعني حيوانية بتعطي طعمة كتير قريبة للدهنة وبتعطي تسامة، رغم أنه أنا نادراً أطبخ بسمنة، بطبخ المحاشي ورق العنب يبرق بالسمنة، بس اليوم لأنه هاي الطبخة فعلاً بدها دهنة يعني ضفت سمنة.
ضفت بأسفل طنجرة ملعقتين من السمنة الحيوانية لذيذة طعمتها. هلأ لما تذوب السمنة منضيف اللحمة. اللحمة منقلبها لوحدها يعني على الوجهين، كل وجه شي دقيقة أو دقيقتين حتى تاخد لون، وبعدين منضيف باقي المكونات. الطريقة أنه باقي المكونات هلأ رح نقطعه، يعني بعد ما قطعناهن هلأ منملحهم ومنضيفهم دفعة واحدة كلهم فوق اللحمة. هلأ أنا رح قلي البصل اللحمة بالأول، وبعدين نضيف البصل شوي معه، وفينا نضيف البصل مع الخضرة المقطعة ونضيفها فوق اللحمة، بس لا أنا حبيت لك شوي تتقل البصل لفوقها هلأ بعد شي دقيقتين. بهالوقت من قشر البندورة، شايفين البندورة لما حطيناها بالمي السخنة كيف دغري القشر فينا يعني بينشال بكل سهولة، وخاصة إذا البندورة قاسية ومانا حمرة يعني خضرة شوي، فهيك كتير بكل سلاسة فينا نشيل القشور. وهلأ بعد ما بخلص برجع بروح على اللحمة بقلبها شوي على الوجه الثاني، كل شوي بعمل لي طلع عليها وأنا جنبها بالمطبخ. يعني هلأ البندورة لازم بما أنه قشرناها تخلصنا من القشور بنفرمها بشكل متوسط مثل ما فرمنا الكوسة والبتنجان، لأنه هي رح تاخد وقتها مع الخضرة، رح نضيفها من الأول مع الخضرة فرح تستوي وتدوب بالطبخة أكيد، لذلك ما في مشكلة إذا ما نعمناها كتير، وسط متوسط بشكل متوسط يعني من فرما. هاي الطبخة اللي بما أنه فيها كمية منيحة من الخضرة، يعني هلأ بضيف البصل بتركه شي دقيقة مع اللحمة وبعدين بضيف الخضرة. هلأ راح نضيف الملح أو نخلط الخضرة مع بعض، نضيف لها شي ملعقتين صغار ونص من الملح لأنه كميتها منيحة. كنت عم أقول أنه كمية الخضرة كتير، لذلك الطبخة حتى لو كانت الكميات قليلة مثلاً الكوسة والبتنجان كيلو ونص بتطلع طبخة كبيرة، فلازم تنتبهوا هاي القصة. أحسن ما نضيف أنه اللحمة مثلاً قليلة وتكون الخضرة كتير ما بتطلع دسمة وطيبة، فما في داعي نكتر كتير كمية الخضرة. بهاي الكمية كفت يعني بتكفي شي 6-7 أشخاص وأكتر. بالنسبة لللحمة شفتوا ضفت ملعقة صغيرة ملح لأنه آخر شيء لما أخذت لون، وهلأ شايفين الخضرة ما كان إلا غير شيء دقيقة دغري بتطلع المي تبعها لما تبعتها لما نضف لها ملح. هلأ ضفت فلفل أسود، هاي بس فقط البهارات المنضيفة لهاي الطبخة أثناء الطبخ. هلأ هاي الأكلة عادة أنا بيعملوا جنبها برغل بشعيرية، بس أنا ما قلي زمان طبخة بالبيت برغل، لذلك رح أطبخ كوب فقط واحد من الأرز. هون بحمص الشعيرية بشوية من الزيت النباتي، عندي كوب من الأرز كنت نقعته بمي غسلته صفيته، هلأ بضيفه كمان بقلي شي دقيقة مع الشعيرية وبضيف ملعقة صغيرة من الملح. أنا هيك أكلات بحب أكلها بالخبز يعني تغميس، بس أكيد لما يكون في أولاد وهيك بيحبوا هالأكلات يأكلوا جنبها رز أكتر. هلا بضيف لها مي، اما مي مغليه او سخنه او مي عاديه، انا ضفت هون مي عاديه كوبين لان هاي الرز الطويل حبه الكبيره بس لونه شوي غامق مانو ابيض كتير، ضفت كوبين. اذا بخلي المي حتى ترجع تغلي وبخفف بعدين النار شوي، واخر 5 أو 7 دقائق بخففها على الاخر وبتركه للارز يتنهنه ويستوي. هلأ هون بعد مرور 3 ساعة خليتهم على نار وسط مدة 3 ساعة، الخضرة كلها بتطلع المي تبعها، شايفين كيف بتصير في سوائل. هون إذا شفنا المي ما كتير حمراء، إذا البندورة ما كتير حمراء منضيف ملعقة من دبس البندورة، منحركن تحريكة خفيفة. إذا بتحبوا السوائل تكون أكتر من هيك فيكن تضيفوا كوب من الماء الساخن، لا بس أنا حبيت خليها بهذا القوام. هلأ رجعت تركتها شي نص ساعة، يعني تركتها تقريباً شي 3/4 ساعة على النار بعد ما ضفت الخضرة. هلأ قبل ما طفي النار ب10 دقايق بدق توم، أشر توم شي 7/8 سنان توم بدقهم، وبضيف ملعقة صغيرة معرمة من النعنع اليابس. إذا كانت الطبخة أكبر من هيك بتضيفوا ملعقة كبيرة من النعنع اليابس، والتوم ملعقة كبيرة من التوم المدقوق. نتركها مغطيها ومتركها على نار خفيفة 10 دقايق، وهيك بتكون استوت طبختنا. ريحتها بتاخد العقل عن جد، سهلة
يعني ست البيت بعد ما بتطبقها بتروح بتكمل شغل البيت وبترجع بتلاقيها جاهزة، أكلة كتير لذيذة، ريحتها بتجنن. اللحمة بالنهاية لما تستوي بتشوفوها دايبة دوبان، فعلا يعني كتير لذيذة. كيف هي رغم أنه بس وقية ونص لحمة، كيف إذا حطيناها على صعيص ولحمة بعظمه أكيد رح تطلع بتشهي. طيب كتير أنا بحب أكلها، قلت لكم بالخبزة، طيب بجنب المخللات وجنب الفليفلة فجل، كل هاي المشهيات أو المقبلات. وممكن ناكلها كمان كتير لذيذة مع الأرز، سهل كتير مثل ما شفتوا، ما بتاخد جهد أبدا من ست البيت، فقط تقطيع الخضرة وتطبيقها مثل ما شفتوا، ما في جهد نهائيا. وأكلي عن جد كتير لذيذة وشهية، طباخ روحه أكلي مثل ما قلت لكم أكلي معروفين فيها أهل الشام، وكانوا يطبخوها فقط بالكوسة وبعدين صار تعديلات عليها. إذا عجبتكم هاي الطبخة بتمنى تجربوها، وإذا بتعرفوها كمان بتمنى إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة تدعموني بلايك أعزائي. بتمنى تكون عجبتكم طريقته، ضروري هيك أكلات مع الخبز ناكل معها فليفلة، والفليفلة الحد كتير بتلبق لها. أعزائي إذا عم تشاهدوني لأول مرة ولسه ما اشتركتوا بالقناة، فيكن تشتركوا بالقناة في كلمة اشتراك بأسفل الفيديو، ضغط عليها بكف الضغط عليها حتى تشتركوا بقناتي، وألف صحة وهنا مني أنا هنا.